رمضان شهر مشهد بالملايين. والغرور. عمرو سعد كان معترض على جوازكم انت؟ لا طبعا انا هبعت لك صور وهو فرحان قوي وقاعد المأذون كده وانا واحمد كده في النص وهو ورا في النص بالظبط ورا المأذون وبيضحك وماسك الشبكه. معترض ازاي؟ ده قال له يعني انت سميه انسانه كويسه جدا وهتعرف تحافظ عليك وهتعقلك وبتاع انا مطمن عليك جدا معاها. انا عائلتي كانت معترضه ان انا اجوزه اساسا يعني. طب اتجوزتيه ليه؟ يا غلطه، اكبر غلطه اقترفتها في حياتي ان انا اتجوزت. ما سمعتيش كلام اهلي؟ ما سمعتش كلام اهلي، ودي كانت يعني بصي لكل جواد كبوه، لكل جواد كبوه. انا فعلا بعترف وانا بعتذر لسميه، بعتذر لنفسي قبل ما اعتذر للناس اللي بيحبوني اللي هم زعلوا كانوا خايفين عليا جدا لان كانوا عارفين ايه عواقب الجوازه دي. وانا بعدين فهمت هم كانوا يقصدوا ايه، انه خطر، انت روحتي في حته مش شبهك. بس انا كمان اتخدعت يعني. انا بعد ما انفصلتي انت واحمد، عمرو سعد ما حاولش انه يصلح ما بينكم؟ هو كلم المحامي وقال له والله انا ما يعنينيش باي مشاكل بينهم وانا شايف ان هم يسيبوا بعض احسن علشان كلنا كده هيحصل لنا مشاكل. هو خايف على اسمه وعلى نفسه وعلى شكله طول الوقت. من ايه؟ هو خايف على اسمه من الفضايح، خايف على اسمه طول الوقت. فضايح ايه؟ وهو اي مشكله تحصل اخوه هيعملها. هو ارتباط احمد سعد بسميه الخشاب فضايح؟ لا، ما هو يحصل بقى مشاكل بينا او تحصل حاجه فتتفتح كلام ويتقال حاجات وهو بقى مش عايز كل اللغط ده، فطبعا هيتلطش في الموضوع هو او هينوبه من الحب جام. وقالها لي كتير، انا شايف ان انتوا تتطلقوا. وفي حد بيقول كده؟ طب يمكن بيقول لك كده لمصلحتك. اكيد كان لمصلحتي، وانا عرفت بعدين ان هو كان عايز مصلحتي. بس برضه ما فيش حد يقول كده. يكلم المحامي بتاعه برضه يقول له انا شايف ان هم يتطلقوا عشان احنا كده كلنا هتحصل لنا مشاكل كلنا. انت خايف على اسمك وعلى شكلك يا حبيبي؟ عمره ما رفع السماعه قال اخويا اخباره ايه. عمره لما اخوه كان بيتعب وكنت بنزل الفجر بالبيجامه في المستشفيات عشان جوزي عيان انه يفكر يروح مستشفى معايا ولا يقف جنب اخوه؟ وكان بيبقى عارف طبعا. قلت لك اخويا كنت بتبلغيه؟ اخوك عمري كنت بتبلغيه؟ مين كان بيقف جنبه غيري؟ طبعا كان بيبقى عارف. اخواته كانوا بيقولوا له. عرفتي منين وتاكدتي ازاي انه كان عارف؟ بيقولوا لي. احنا قلنا كل فيش حاجه بتخبي، بيقولوا لبعض كلهم كل حاجه في 5 دقايق. في 5 دقايق 9 اخوات دن 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 بيكلموا بعض. بستغرب جدا، انتوا في ثانيه كلكم بتعرفوا كل حاجه في نفس اللحظه ازاي كده يا جماعه؟ ما كانش حد بيجي لك المستشفى خالص منهم؟ لا، اخته بس. يمكن ولا بتيجي يعني اخته؟ لا، اخته هي الوحيده اللي كانت دايما في الموضوع عشان يمكن هي وجوزها هم اللي ماسكين شغله وماسكين حاجته وماسكين بطاقته وماسكين توكيل منه كل حاجه، يعني هم مسؤولين عنه كشيله كده. هاتي يا ستي غيره، هات لنا بقى شيخ الحاره ده نتسلى شويه. ماشي، هتقولها شيخ الحاره. نشوف شايل لي ايه النهارده، انا هستلمه النهارده عشان هو لذيذ قوي. قالوا عنك خلصت، وبعد الفاصل شيخ الحاره. شفتي ازاي؟ بتمنى حاجه بتحصل على طول.